لك احلى بنساوي قهوه بالدنيا كلها. سلم هالايدين مع اني زعلان منك. حبيبي مو قصدي زعلك، بتعرفني انا بنفعل. حياتي جبت التحليل من المستشفى ولا طنشت مثل العادة؟ جاوبني كرام. نغم حبيبي لسه ما في أي شيء مأكد. فهمت عليك نغمي حبيبي، طولي بالك، الله كريم. كرم خلص ما تحكي ولا كلمة. أنا بدي ولد، بدي ولد أحمله، بدي ولد أحضنه، بدي ولد أسمع صوته، أحلم معه، أكبر معه. حبيبي وأنا هيك بتمنى أكيد، بس هي إرادة رب العالمين. يعني أنا وياكي شو طالع بإيدنا؟ إيه بس ما في شيء أكيد. بعدين حبيبي هلأ الطب اتطور، صار في كذا طريقة. كذا طريقة مثل شو؟ ما عم بفهم عليك، فهميني. بدي أعمل طفل أنبوب، عيب ولا حرام؟ حبيبي أنا بدي أسمع كلمة ماما، بدي أحس إني أم، بدي أكون مثلي مثل غيري، بدي أحس بهذا الشعور، لا تحرمني منه. طيب نغم خلينا نعطي حالنا فرصة تانية، ما بتعرفي بلكي الله كرمنا. طيب حبيبي إذا ما مش الحال نعمل عملية طفل الأنبوب، أنا قريت عنه على النت. يعني هي القصة بدها شوية وقت وشوية صبر، ممكن ما تزبط من أول مرة أو تاني مرة، بس نحن بدنا نضل نحاول حتى يصير في حمل. ماشي ماشي. يا هاي بشو، يا هاي بشو، لهون وصلت معه؟ فايت ببازارات مشان يبيع ابنه؟ أنا شايفة اللي عم يصير كتير منيح. شو؟ بهاي الحالة جود بيبقى مع أمه، وسامر بكرة بياخد المصاري بلتهي فيهم وبحل عنا يا وجود. بس عيب، عيب مو حلوة لا بحقه ولا بحقنا. صار على راسي بدي ابني، بدي ابني، بدي ابني. طلع لا بده ابنه ولا سائل عنه، باعه بأول فرصة اجته. يا فؤاد نحن بدنا العنب ولا بدنا الناطور؟ خلي هالشغلة تصير، صدقني الكل رح يكون رضيان. طيب شو المطلوب؟ بدي اياك تقعد معه تتفاهم انت وياه، بلكي بينزل بالمبلغ شوي. حسب ما فهمت من نايا انه طالب مبلغ مانو سهل، يعني ينزل شوي على الاقل. ماشي الحال. بدي شغله تانية. شو هي؟ اختك بدور. ماشي الحال.